أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة التي نجريها اليوم مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهيل. هل لديه فروع يجتمع بمواطنيه ولديه نخب ولديه هيئات تنفيذية ولديه مجالس جمعيات عمومية واجتماعات منظمة ومحاضر لكي عندما يتخذ قرار هو رئيس الحزب يجتمع أو بالهاتف يوجه أعضاء الذين انتموا إليه موجودين في القاعة ويسيرهم كما تريد مصالحه أو المصالح الإقليمية؟ نحن بشر وكل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أعلم أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. تمنينا وشكلنا لجنة مصالحة من بداية المؤتمر خاصة بالمصالحة، ولكن أقولها للتاريخ أن معظم للأسف أعضاء المؤتمر الوطني يتسابقون على لجنة الخارجية وعلى لجنة الاقتصاد وعلى لجنة الاستثمارات وعلى لجنة الدفاع والأمن ولم يذهبوا إلى لجنة المصالحة. لقاء خاص مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين يأتيكم في الأوقات التالية.